ما فيهاش احكام مسبقه. ما كناش محظوظين في بدايه المقابله، قبلنا هدف مالغري سالم، لاعبيه قعدوا مركزين، كانت ثم مجهودات كبيره على المستوى البدني، على المستوى سورتو الاجتهاد، خلقنا على العديد من الفرص. ما كناش محظوظين باش نرجعوا في المستوى، نتيجه في التعادل. الشوط الثاني زاد كيف شفتوا، اللي كانوا لعبنا تقريبا اغلب الوقت في نصف الميدان نتاع المنافس، حتى وصلت ضربة الجزاء، كيف ضربة الجزاء ضيعناها. بالرغم ذلك ذهنيا ما تمسوش الملعبيه، واصلوا على مستوى الاجتهادات نتاعهم، على سيرتو على مستوى الفور، حتى جاء الهدف التعادل. مقابله كانت تجم تميل للشباب المحمديه في وقت سقطوا وقت ضربه جزاء، انس قام بارد كبيره خلينا في اللعبه في دقيقه 90 قبل نمشيو البرولونغاسيون، جاتنا فرصه كبيره زاد كنا نجمو نفصلوها كوقتها. البرولونغاسيون كنا حاضرين من الناحيه البدنيه اكثر من المنافس، ظهر عليهم التعب شويه، لكن في وقت من الاوقات كانوا نجموا يفوزوا هما ويترشحوا. نقول المقابله اليوم انصفت للفريق اللي اجتهد، للفريق اللي تعاطى الاسباب وسختو خلق اكثر فرص. الحمد لله، نشكر الملاعبيه سرتو على المردود الكبير في الوقت الصعيب هذا. نقولوا برا اللي خلى المباراه صعبه على فريق الرجاء وتمشي 120 دقيقه. مقابله كاس كي تدخل دقيقه لاعب تقبل هدف تصعب المأمورية، يلزمك تعاود ترجع في النتيجة باش تعدل وتزيد تاخذ الأسبقية. شفتوا اللي كانوا فما فوليوم دو جو، فما مجهودات، فما عديد من الفرص. الملاعبية نقول لك أكد لك اللي قاتلوا اليوم على 120 دقيقة، عطاوا له ماكسيموم تاعهم. الناس اللي دخلت زاد عطات الإضافة، مشكورين في وقت صعيب وصعيب جدا. كاليفيكاسيون لارجمون ميريتي.